بنيجي أبو بكر وهذه بتصير وأكمل في سبيل الحصول عليه بالطريقة السليمة بالطريقة المهنية والعلمية. وزاولة سبيل الصيح يسموه قانون خاص بعد كم سنة إذا اشتغلنا القوة وعرفت كل التفاعلات العراقية اليوم الحفل الوطني. لذلك أعتقد أنه الإعلام الدوائي شلون نقدر نعالجها المعالجات الواقعية وفق فلسفة البيولوجيا. سارة يحيى ضاعت على نينوى وعلى الموسم فرص كثيرة في السابق، لكن أنا أول ما توليت المحافظة التدبير الأكبر ما لدى الموسم سواء صدنا في حدود 75 مليار وزعها، يعني احنا دولة علاقات كما أسألت مع الدكتور اليوم حضرنا مع نقابة الصيادلة. الحقيقة الحضور لسببين، السبب الأول أنه الأخ نقيب الصيادلة هو الدكتور مصطفى الهيتي اللي كان يرأس صندوق الإعمار وكانت له بصمات كبيرة أيضا في إعادة إعمار مدينة الموصل، ساعد مدينة الموصل وعموم المحافظة يعني ساعدنا كثيرا أيضا عندما كان يرأس صندوق الإعمار. والشيء الآخر سبب حضورنا أنه مع ابنائنا الصيادلة حضرنا مع الدكتور استعرضوا يعني كثير من الأشياء اللي تخص الصيادلة وتهمهم، وأيضا احنا أوعزنا إلى البلدية أن تخصص قطعة أرض لإنشاء نقابة الصيادلة. الصيادلة يمثلون جزء مهم في المجتمع وهم جزء أساسي في العملية الصحية وفي المؤسسات الصحية. نتمنى التوفيق لأبنائنا وشكرا للدكتور الهيتي على حضوره إلى مدينة الموصل. طبعا طرحنا كثير مشاكل بهذه الندوة وطلبنا من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي أن يدعمنا في المرحلة القادمة بوضع أسس ثابتة لتنظيم السوق الدوائي في العراق وفي المحافظة خاصة، ومن أهم النقاط اللي هي تحديد الأسعار، يعني إلزام خلينا نقول توحيد الأسعار في كافة الصيدليات وتنظيم السوق الدوائي وتنظيم الاستيراد والقضاء على العشوائيات الموجودة في الاستيراد الأدوية. وكذلك اليوم نشكر السيد المحافظ بأنه في هذه الندوة خصص قطعة أرض سكنية لبناء مقر لنقابة صيادلة نينوى، اللي هو صار أن نحن 3 سنين نطمح لهالشيء واليوم حصلنا هالشيء هذا. وأكرر شكري قناة الموصلية على هذه الفرصة، لشكر للسيد المحافظ الأستاذ دكتور مصطفى الهيتي. باسمي وباسم شركة مينتاليزم أرحب بجميع الحضور الكرام. تم ترتيب هذه الندوة التدريبية عن واقع الإعلام الدوائي وتطوير الإعلام الدوائي في مدينة نينوى الحبيبة بالتعاون مع نقابة الصيادلة متمثلة بالدكتور مروان اللي كان له الدعم الأكبر أنه نرتب هيجي إيفنت كبير بصراحة، واللي يصير مثل سلسلة إيفنتات مستقبلية نطور بها واقع الإعلام الدوائي والمندوب، نعزز مهارات ونطور الواقع الدوائي في مدينتنا الحبيبة مدينة الموصل.